طيب اطلعنا على الانواع الفالفز المختلفه. في عندنا ثلاث انواع او كاتيجوريز رئيسيه. الفالفز موجوده بالسيركت حتى تتحكم بثلاث اشياء مختلفه. اول نوع هي الدايركشنال كنترول فالفز. اذا بدنا نعرف دايركشنال كنترول فالفز يعني الدايركشن كنترول فالفز رح يتحدد المسار اللي رح يمشي فيه الفلويد في دائره معينه. ومن ضمنها بندخل التشيك كنترول فالف، لان التشيك كنترول فالف بقدر استعملها حتى احدد انه الفلويد يمر من هذا الاتجاه او يمر من اتجاه ثاني او في دائره ثانيه. فمن هدول رح ندخل التشيك كنترول فالف غير الدايركشن كنترول فالفز اللي انتم بتعرفوا عنهم، وفي نوع ثالث اسمه الشاتل فالفز. اذا الدايركشن كنترول فالفز هي كاتيجوري عامه تشمل كل انواع الفالفز اللي بستعملها حتى تحدد مسار الفلويد في الدائره، كيف الفلويد بيمشي في الدائره في لحظه معينه. النوع الثاني اللي هو البريشر كنترول فالفز. هذول اخذتوا دايركشن كنترول فالفز هيك اخذتوا التو واي او تو بورت، 3 بورت و 4 بورت و 2 بوزيشن مش هيك؟ اخذتوا 2 بوزيشن واخذتوا تشيك فالف. هذول كلهم انواع من الدايركشن كنترول فالفز. البريشر كنترول فالفز اللي اهم نوع منهم اللي هو البريشر. هاي اكزامبل هون بريشر ريليف فالف اللي بستعملها حتى تحمي او تمنع البريشر انه يزيد عن حد معين في الدائره. اذا البريشر ريليف فالفز الهدف منها تو بروتكت ذا سيستم against over pressure. ليش ممكن السيستم يصير فيه over pressure؟ ممكن اللود عالي، ممكن انا حاطط لود عالي، يعني الدائره ما فيش فيها شيء مغلق، كل شيء مفتوح، بس انا عم بحاول ادفش لود عالي جدا، يعني اجيت مثلا هيدروليك سلندر حطيت على الهيدروليك سلندر ام بحيث انه ام في جي هون اعلى بكثير من اللود اللي ممكن هذا يتحمله السلندر، مظبوط؟ اذا هذا ممكن احد الاشياء اذا ديو تو لود، او ممكن يكون صار في خطا معين، الخطا هذا انه سكرت فالف معينه اور ديو ممكن مش هذا السبب، ممكن اللود اللي انا حاطه عادي من هون، بس انا حاطط هون مثلا هي هذا مثلا هون بده يطلع بهذا الشكل، وفي فالف هون سكرت فبدا يرتفع البريشر بالسيستم، مش لاني انا حاطط لود اضافي، لانه صار في شيء معين سكرت الفالف، يا اما سكرت بس خطا معين او فيها وسخ مثلا او في شيء معين سكرت الفالف. فهون مهمه البريشر كنترول فالف. على فكره البريشر كنترول فالف تشبه شيء بالالكترونيات، ايش هو؟ دايود زينر دايود. اخذتوا الزينر دايود بالالكترونكس، مش لو حطيت هذا هيك بتلاقي لو الفولتج حاول يرتفع عن 5.1 او 5.2 فولت هون بمنع هذا الفولتج من هون، بصير هو ياخذ كرنت، مش البريشر ريليف فالف بتصير تاخذ هذا وتوجهه باتجاه معين او ترجعه على الجراوند، لما البريشر ريليف فالف بترجع الفلويد على الجراوند هذا بمنع بمنع الفولتج انه يزيد عن حد معين هون، بضل عامل ريجيليشن الفولتج على 5.2. طبعا اذا كان اقل بضل اقل الفولتج بينزل، بس باللحظه اللي بده يوصل فيها الثريشولد تبع هذا الزينر دايت، الزينر دايت رح يشتغل فراح يعمل كانه نوع من البريشر كنترول فالف. واخر نوع من الفالفز اللي هو فلو كنترول فالفز. اللي منهم الفلو كنترول فالف اللي انتم بتعرفوها اللي هي الاوريفيس مثلا. وعمالي بحاول
اتحكم بالفلو، اغير الفلو. طبعا احنا فعليا اذا بدنا نكون دقيقين، الفلو كنترول فالف بنعمل على مبدا انه بضيع البريشر، اوكي؟ يعني هو بضيع البريشر او بعمل دروبينج للبريشر زي الريزستر، فبتحكم بالفلو كنترول. هذا فعليا اللي بيصير في داخل هاي. في منهم نوعين، في منهم كومبنسيتد وفي نوع ان كومبنسيتد، بحيث انه يتحكم بالضبط بالفلو. اذا بدي اتحكم بالفلو بدقه بستعمل نوع الكومبنسيتد، بحيث انه بعمل كومبنسيشن للتغيرات اللي بتصير بالسيستم بحيث انه يحقق الفلو المطلوب. وفي ان كومبنسيتد بس بعمل بتحكم بالفلو بشكل عام، حتى لو كان مش 100% دقيق بحافظ على الفلو بشكل محدد.